لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس. لن تصدق من هو محمد المهزبي سفير تونسي جديد في سوريا ومن هي زوجته. كلفت وزارة الخارجية التونسية محمد المهزبي بمهام سفير بلاد في سوريا. فمن هو محمد المهزبي ومن أهم المناصب التي شغلها قبل ذلك؟ ولد محمد المهزبي عام 1965 وعين منذ عام 2021 وزيرا مفوضا خارج الرتبة أعلى رتبة في السلك الدبلوماسي التونسي. وعام 2019 شغل المهزبي منصب مدير العلاقات مع أوروبا الشمالية والوسطى وروسيا في الإدارة العامة لأوروبا منذ عام 2006 وحتى عام 2011 توبوا قنصل الجمهورية التونسية بمونيخ في ألمانيا. وعد المهزبي دراسات نظرية وعملية بما في ذلك بالإدارة المركزية وفي الخارج. وفي عام 1994 حصل على دبلوم التنمية بالمؤسسة الألمانية للتنمية الدبلومية ببرلين. درس المهزبي دبلوم في الدراسات المعمقة في العلوم السياسية بكلية الحقوق والعلوم الاقتصادية بتونس. فحاز على 1989 الأجازة في الفلسفة من كلية العلوم الإنسانية، حيث أن زوجته لا تصل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولا يحب محمد المهزبي مشاركة حياته الشخصية عبر مواقع التواصل الاجتماعي. اللهم احفظ الشعب التونسي يا رب، واحفظ كل أبنائه.